السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجول لاحظوا هنا في إعدادات التاريخ اللي هي نقلات في الويندوز 11، هنلقى أن الأرقام شكل غريب شوية والتاريخ بالهجري. بقى كيف نعدلها هنا ورد الميلادي؟ نجي هنا للوحة التحكم، تمام، ونجي حاجة اسمها تغيير تنسيقات التاريخ والوقت، ونجي لإعدادات إضافية، ونجي هنا استخدام الأرقام الأصلية نغيرها من السياق إلى أبدا، هذه وندير تطبيق، ونجي أخرى ما نجيله التاريخ وندير شنو، ونديره بدل تقويم أم القرى ندير التقويم الميلادي تسمية إنجليزية، وندير تطبيق، وندير موافق. هنجي هنا نلاحظ لوطة إن تغيرت يوم 18/9 والوقت تغير، وهيك أنا عدلت التاريخ والوقت والأرقام ماشي، يطلع عندي بالهندي هيطلع بالعربي، وشكرا.